السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم نحضر معكم واحد الكاطو كيجي زوين وسهل في التحضير. كنحتاجو للجينواز، فهيت لي حضرتها معكم. غتشوفوا الفيديو اللي قبل من هذا، غتلقاو الفيديو ديال الجينواز. كتخرج لنا واحد 4 طبقات. من بعد ملي كنصيبو داك الجينواز، كنهزو الجينواز ديالنا كنحطوها في طبق التقديم فين غنقدموها، وكنسقيوها بالسيرو. كنديرو الماء والسكر وشويه الحامض، كنغليوه مزيان وكنسقيوه بها. انا كنت غادي ندير داك السيرو اللي كنت حضرت معاكم ديال الرمان، ساعه مبقاش ليا، وكتافيت غير بالسيرو ديال الماء والسكر وقطره من الحامض. صافي، غنسقي داك الجينواز ديالي، تمشوا معايا. وغادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الحب، هذا كونفيتور ديال الحب ملوك. الا ما كانش عندكم كونفيتور ديال الحب ملوك، يمكن لكم ديروا غير كونفيتير عادي ديال الفريز. ندهنوا الجينواز مزيان بداك لا كونفيتور. كيمشتو معايا، كنتبنى مزيان. ومن بعد كنشد هاد لاكخيم فخيش، كنطربها مزيان، او هولالا كنديرها في المجمد او في الثلاجة حتى كتبرد مزيان عليا، تجمد غير، المهم تكون باردة باش تطلع عليكم. وكنطربها بالطراب حتى كيتضاعف الحجم ديالها، ما كنزيدو على حتى شي حاجه، هي كتكون حلوه وكلشي. غير كندخلوها الثلاجه حتى كتبرد، وكنطربوها مزيان بداك الطراب. ومن بعد كنحط الطبقه الاولى ديال فوق الجينواز، من بعد ما سقيناه ودرنا ليه كونفيتور، كندير واحد الطبقه ديال داك لاكريم، كنايطاليها مزيان. مشيتو معايا. ومن بعد غادي ندير بعد واحد شويه ديال الكركاع فوق داك لاكريم، ندير شويه ديال الكركاع. صافي، وغادي نمشي على نفس الطريقه، غنحط لا جينواز، ندير نسقيها، نحط فوق منها عاوتاني لا كونفيتور ديال الحب ملوك او فريز، ونزيد عليه لاكريم، ونزيد عاوتاني الكركاع. نفس الطبقه الجايه، الطبقه الاخرى عاوتاني كنديروا نفس الطريقه. شوفوا معي الطريقه ونرجع معكم في الاخر الفيديو. كما شفتوا معايا، ملي كنكملوا داك 4 طبقات، كنايطاليو الكاطو كامل بلا كريم، وكنزينوه غير في الجوانب بلا فيغميس الشوكولا.
انا اكتفيت غير بهذه الطريقه، هذه عاديه وبسيطه، يمكن لكم نتوما تبدعوا فيها كيف بغيتوا. زعما تمشوا معايا، كندير في الجوانب لا فيرميسيل، ومن الفوق كنعاود نزينها بشويه ديال لا كريم والقرقاع وداك الحب ملوك، حب ملوك او لي فخوي كونفي تيكون في المحلات. صافي كتجي على هذا الشكل هذا، او كنقدروا نسميوها لا فوغي نوار او الغابه السوداء، كتجي حتى هي في حالها تماما، نفس الطريقه ونفس لي زانكريديو اللي في هذه تكون في الاخرى. نتمنى الفيديو يعجبكم ولا غوسيت تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا. نتمنى نهاركم يدوز مزيان. سلامه، باي باي.